يعني عم نجي على الاسواق مثل ما شايفين، في غلاء فاحش في الاسعار، دخل ما في، الله يعين العباد. نجي لنشتري، يعني عم نشتري بدال كيلو عم نحاول نخليه نص كيلو بسبب غلاء الاسعار، والغلاء هو سبب ارتفاع الدولار الفاحش يعني، وتسكير الطرقات واجتماع السكان في منطقة جغرافية صغيرة يعني. غص على الغص 150 كيلو شيلو. هذا الغلا كلياته عم بيصير اجى شهر رمضان، والغلا يعني من ارتفاع اسعار المحروقات، الاحتكار تبع المحروقات، غلا الدولار، المعابر، كله هذا السبب ارتفاع شو اسمه الاسعار، وخصوصا الدولار. الدولار اكثر شيء هو سبب ارتفاع الاسعار، يعني مثلا المواد الغذائيه كلها على الدولار، وكل ما له عم يطلع الدولار، صار هلا الدولار ب 1300 ليره. لازم الاسعار تكون هي بالنسبه لهذا الشهر ارخص من هيك، بس بسبب غلاء الدولار يعني من 900 كان واقف 800 لل 1200، يعني كيف من كان راح يغلى صنف الجبن هون عندك مثلا 300 ليره الكيلو على الاقل بغلاء 300 او 400 ليره تبعات الدولار. وبالنسبه للطرقات مثلا طريق الباب وطريق عفرين كان يجي منهم الرزق، يعني هون المحرر ما بقيان غير هالمنطقه هاي تبع ادلب منطقه عفرين، وتسكر الطريق تبع هذا، كنا نجتمع الطرفين مشان نوحد اسعار البضاعه ويصير شيء مقبول. يعني قسما بالله يعني ما عم نحسب نشتري شيء خالص. صرنا ساعه عم نفتي لنا اول مره عم نطلع منها، اشترينا شيء اكلي من اقربه يعني شيء على البسيط على الخفيف. يعني شيء مشيت حال والله ما اكثر، يعني لا حلمنا لا فروج ولا لحم ولا كباب ولا شيء، وما عم نحسب نشتري شيء. جبت لي اكياس يعني حقها 4000 ليره كلها ما بالطعم سحور مو افطار. هو هذا الحال ما عم نقدر، صرنا ساعه بنروح بنجي بالشارع بنفتي لك بدنا نشتري لنا طبخه تكون مقبوله، ما عم نحسن.